اوه اليوم كان يعني الحمد لله وايد زين. في البداية طلعنا على تايرز ما كانوا وايد زينين، بس الحمد لله يعني عقب الستنت الثانية والثالث سويت يعني وايد زين، والحمد لله الفريق وايد مستانس. باقي لي ستنتين بعد اليوم، وان شاء الله بنحاول نضغط شوي وتعلم قد ما نقدر. يعني حبيت الديرة وايد، يعني الناس وايد طيبين. توقعت ان الديرة تكون شوي صعبة علي في البداية، والتوقيت وايد غير من البحرين، بس الحمد لله يعني في لياقة بدنية زينة وقدرت يعني اكون في احسن شيء possible، والحمد لله يعني.